همکنون با حافظ جزء سیوم قرآن کریم رده سنی زیر 16 سال جناب آقای سید محمد علی احمد عبدالجلیل از کشور سوئد استکهلم. عرف نفسه. السلام عليكم، اسمي السيد محمد علي أحمد، عمري 8 سنوات، حافظ جزء 30. أحسنت، 8 سنوات هاس حافظ جزء السيوم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى وأما من استغنى فأما من استغنى أما من استغنى فأنت عنه تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت له تلهى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ذلك دين القيمة. ويقيموا الصلاة ذلك دين القيمة. وذلك نعم. وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار أولئك هم خير البرية. ذلك دين القيمة. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه. أحسن صدق الله. أحسنت. اللهم صل على